بسم الله الرحمن الرحيم. أحبابي متابعي قناة أخبار عاجلة في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مباريات كأس العالم اليوم الثلاثاء 26/6/2018 والقنوات الناقلة. في البداية ياريت ما ننساش الاشتراك في القناة وتفعيل رمز الجرس. تشهد ملاعب روسيا اليوم الثلاثاء 26/6 عدة مباريات هامة، وذلك في إطار منافسات الجولة الثالثة من النسخة 21 من مسابقة كأس العالم روسيا 2018 كالتالي. يلتقي من المجموعة الثالثة اليوم منتخب الدنمارك صاحب الأربع نقاط مع منتخب فرنسا صاحب الست نقاط، وذلك في تمام الساعة 4 مساء بتوقيت القاهرة، 5 بتوقيت مكة المكرمة. كما يلتقي من نفس المجموعة منتخب أستراليا صاحب النقطة الواحدة مع منتخب بيرو الذي ليس لديه أي نقاط، وذلك في تمام الساعة 4 مساء بتوقيت القاهرة، 5 بتوقيت مكة المكرمة. كما يلتقي في المجموعة الرابعة منتخب نيجيريا صاحب 3 نقاط مع منتخب الأرجنتين صاحب النقطة الواحدة، وذلك في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة، 9 مساء بتوقيت مكة المكرمة. كما يلتقي منتخب أيسلندا صاحب النقطة الواحدة مع منتخب كرواتيا صاحب 6 نقاط في تمام الساعة 8 أيضا بتوقيت القاهرة، 9 بتوقيت مكة المكرمة. تنقل مباريات اليوم قنوات بين سبورت المشفرة. في النهاية شكرا لك عزيزي المشاهد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة.